النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية. وكلاء تويوتا ولكزس. متابعينا متابعين طقس العرب الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كانت الأجواء اليوم نهارا مستقرة مع ظهور كميات من السحب المرتفعة في مناطق مختلفة من المملكة. وصلت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان اليوم إلى 15 درجة مئوية. ليلا تكون الأجواء مستقرة أيضا بوجه العموم، وتصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان إلى 10 درجات مئوية، ويكون الطقس بارد وتصل نسب الرطوبة إلى 86%. انتقالا إلى توقعات الطقس خلال 3 أيام القادمة، تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد من الدرجة الثانية وهي الاعتيادية، ويبدأ تأثير المنخفض مع ساعات ما بعد عصر ومساء يوم الخميس، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة لا سيما المناطق الشمالية والوسطى، وتكون مصحوبة بالرعد والبرد. تصل درجات الحرارة يوم الخميس في العاصمة عمان إلى 14 درجة مئوية مع هطول الأمطار، أما ليلا تصل إلى 8 درجات مئوية. يوم الجمعة يتراجع تأثير المنخفض الجوي، وتصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان إلى 11 درجة مئوية مع هبوب للرياح النشطة في مختلف المناطق، أما ليلا تصل إلى 8 درجات مئوية. يوم السبت يستقر الطقس بوجه العموم، وتصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان إلى 12 درجة مئوية، أما ليلا تصل إلى 6 درجات مئوية. عودة إلى خرائط الأمطار، كما ذكرنا سابقا أن هذا المنخفض من الدرجة الثانية وهي الدرجة الاعتيادية، ويبدأ تأثيره مع ساعات عصر ومساء يوم الخميس مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى. يبدأ تأثير المنخفض بالتراجع مع ساعات المساء المتأخرة وحتى يوم الجمعة صباحا. انتقالا إلى مؤشر قياس المنخفضات في طقس العرب، كما ذكرنا أن هذا المنخفض من الدرجة الثانية وهي الدرجة الاعتيادية، ويكون هطول الأمطار في مختلف المناطق لا سيما المناطق الشمالية من 5 إلى 20 ملمتر، سرعة الرياح تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. عدد المناطق المشمولة في هذا المنخفض هي المناطق الشمالية والمناطق الوسطى وبعض من المناطق والمرتفعات الجبلية الجنوبية مثل الكرك. لا هطول للثلوج في مثل هذا المنخفض، لا سيما أن هذا المنخفض من الدرجة الثانية وهي الاعتيادية، وتصل درجات الحرارة من 7 إلى 10 درجات مئوية عفوا، ويكون مدة تأثير المنخفض 14 ساعة بالعموم. أما ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، كما ذكرنا أن المنخفض الجوي الجديد يوم الخميس يبدأ مع ساعات العصر ومساء يوم الخميس مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى مصحوبا بالرعد والبرد. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة. شكرا لحسن متابعتكم. للمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى تحميل تطبيق طقس العرب. إلى اللقاء.